السلام عليكم، كيف حالك يا وحش؟ اليوم رجالك في مقطع جديد. مقطع اليوم راح نتكلم شلون تطور الشخصية اللي هي الأبطال، فوق هذا شلون تطور الأسلحة، وشلون تطور الخصائص حقت الشخصية. قبل أن نبدأ أتمنى أنك تضغط لايك واشتراك، والله يعطيك ألف عافية. خلونا الحين نبدأ على حبة حبة. أول شيء راح نتكلم عن الأبطال، شلون نطور الأبطال وكل شيء. مثل ما تشوفون هذه الشخصية، نختار على سبيل المثال شخصية ثانية. وين نختار هذه؟ أول شيء إذا كنت حاب ترفع لفل الشخصية، يعني بدون ما تلعب ترفعها على طول، تضغط لفل أب وترفع الشخصية على طول. حلو، ترفع الشخصية على طول. لكن أنا في شيء مهم لازم تفهمه. أول ما توصل لفل 20 راح يوقف معك اللفل. خلونا الحين نرفع على الشخصية هذه مثلا، نوصلها لفل 20. مثل ما تشوفون خلاص دخلت لفل 20، وقفت عندي خلاص، صار 20 من 20. عشان تفتح لفل أعلى تضغط على الكلمة هذه، وبعدها بتجمع المتطلبات هذه. مثل ما تشوفون هنا بيقول لك يمديك تشتريها من المحل. القطع هذه راح تحصلها في المكان، خلوني، لأن الشخصية من النوع الساحر، فالقطعة هذه راح تحصلها هنا بالضبط، تحصلها بالأماكن هذه. خلونا ننتقل بس ونشوف إذا حصلنا. هذه الأحجار، هذيك الأحجار مثل ما تشوفون، هذه هي هنا. المهم عاد الذيب، أنت راح تحصل القطعة في الخريطة هذه، المنطقة هذه تتمشى وراح تصادفك في الماب على طول، تكسر نفس نظام الحجر، تكسره وتاخذ قطعة على طول. وعندنا الشيء هذا يمديك بعد تحصل عن طريق المهمات، لكن الطريقة الأسهل اللي هي انك تدخل على الخريطة وترفع وتتوجه على المدينة. هنا ننتقل على المدينة، بتحصل القطعة هنا عند المحل هذا بالضبط، تتكلم معه. هذه القطعة أنا اللي ناقصتني. خلاص يمديك تحدد كم حبة أنت بتاخذ، لكن ناقصنا حنا واحدة بس، تاخذ القطعة نفس كذا. الحين لو رجعنا على الشخصية زي ما تشوفون، هذه القطعة حصلناها، وبعد ما تكملها بتضغط على الكلمة هذه بيرفع اللفل، يعني بيفتح لك 20 لفل زيادة. بتصير الشخصية نفس كذا، تصير 20 لفل، وتقدر عاد تطورها. احنا خلونا نرفع بس على 21، خلونا نرفع الشخصية بس. مثل ما تشوفون صارت ليفل 21، اول كان الماكس 20 بس انا طورتها، ويمدينا الحين نرفعها الى ليفل 40. هذه طريقة رفع مستوى الابطال وتطويرهم. ندخل على قسم الاسلحة. اول ما تدخل بتضغط على سويتش، هنا يمديك تستبدل الاسلحة، هنا تختار السلاح اللي يناسبك، وبعد ما تختار سلاحك المميز تضغط على الكلمة هذه، بيعطيك 3 خيارات. اول خيار بيعطيك معلومات عن السلاح، اول خيار. ثاني خيار بيطور لك السلاح. فعندك هنا خيار الاوتو اد، بيضيف لك الاشياء تلقائي. لو ضغطنا كذا تشوفون اضافني تلقائي على طول، رفعني لفل 1 زي ما تشوف. وعندك الخيار الثاني انك تضغط على الزايد هذه، اختار عاد انت بنفسك اللي حاب انك تضيفها عشان تطور السلاح. زي ما تشوفون انا اخترت احجار، نضغط على تطوير، صار السلاح الحين لفل 20. نفس نظام الشخصية بالضبط، يمديك ترفع اللفل 40، نفس نظام الشخصية بالضبط. تجمع القطع، عشان تجيب القطع هذه، القطع هذه والاشياء كلها موجودة وبسيطة. كل اللي عليك انك تضغط على الكتاب، وبعدها تختار 3 كلمة. هذه اول ما تتقدم في المراحل راح يفتح لك القسم هذا، اول ما تتقدم. وهنا زي ما تشوفون هذه القطعة، هذه تضغط، اذا كنت ما تعرف المكان بالضبط تضغط على العلامة هذه، بيحدد لك على الخريطة بالضبط، وتنتقل على المكان على طول. زي ما تشوفون هذه البوابة جت على طول، تدخل البوابة
هنا ليفل 15، كل ما كان ليفلك أعلى بيعطيك أشياء زي ما تشوفون. أنت تكمل المهمة عاد وتاخذ القطع، بعد ما تجمع القطع بشكل كامل تضغط على الكلمة هذه وبيرفع لك ليفل السلاح. راح نتكلم عن طريقة تطوير الخصائص. تدخل هنا عندك الصحة والهجوم والدفاع، اختار اللي يناسبك يعني، وحاول انك توازن بينهم. اضغط على كلمة سويتش، زي ما تشوف بيعطيك 5 خصائص. الخصائص هذه بترفع الهيل عندك، نقاط الهيل بترفعها. هذا بيزيد لك الهجوم، بيزيد لك الهجوم. هذا بيعطيك منوع، يعني منوع بيعطيك هجوم ودفاع و يعني أشياء منوعة. يعني أنت كل عليك إنك تختار اللي يناسبك زي ما تشوفون. أول ما تختار، على سبيل المثال أنا اخترت حقة الهيل، تضغط على الكلمة هذه مثل ما تشوفون. يمديك تضغط على الزائد وتختار الخصائص بنفسك، لكن أفضل إنك تختار على أوتو آد إضافة تلقائي، وتطور على طول. ترفع الهيل نفس كذا مثل ما تشوفون، أنت كذا طورتها. بس كذا يكون وصلنا لنهاية المقطع. يعطيكم ألف عافية على وقتكم، ومع السلامة.